هنبتدي إن شاء الله النهاردة مع بعض التشابتر اللي هو رقم 3 في الجزء اللي هو الخاص بالاي بي كواليتي اوف سيرفيس. الجزء ده اسمه كوجنيشن مانجمنت اند كوجنيشن افويدنس. كوجنيشن مانجمنت يعني إدارة الايه لما الترافيك بتاعك يبتدي يحصل عليه زي ما انا صح فيه، بيوصل لاعلى مرحله من الايه من الذروه بتاعته. يعني مثلا لو انت مؤجر الخط بتاعك مثلا 2 ميجا، لحد ما توصل ل 2 ميجا كلهم بيبقى ايه، بيبقى كلهم مشغولين، او الترافيك كله وصل لاعلى مستوياته هو لحد ال 2 ميجا. فطبعا لما الترافيك بيوصل لاعلى مستوياته انت بيبقى مثلا عندك كيو، الكيو ده مثلا بيبقى فيه مجموعه من الايه من الباكتس موجوده، تمام؟ لما بيجي لك بقى باكتس جديده بعد ما ايه ما يحصل الكوجنيشن، فانت ما تبقاش عارف ايه تبروسس الايه او تهندل الايه الباكتس الجديده دي، فده بنسميه اللي هو الايه كوجنيشن. كده بيحصل ايه كوجنيشن، ده بيجي لك مثلا باكتس جديده، الباكتس الجديده دي انت مش عارف تعمل لها ايه، تعمل لها بروسيسنج يعني، وبالتالي بيبتدي الباكت دي كلها ايه بيحصل لها ديسكارد. احنا بقى عاوزين ايه نستفيد من الايه من القصه دي، يعني مثلا بدل بنحاول نقلل منين من الكوجنيشن على قد ما نقدر، ونقدر يعني ايه ندير الايه عمليه الكوجنيشن او الزحمه اللي بتحصل على الايه على الميديا بتاعتك او على الايه على اللينك بتاعك. يبقى احنا هنا هنعمل مانجمنت، هنحاول ان احنا المانجمنت الكوجنيشن اللي بيحصل بحيث ان احنا ايه نتفاداه، وفي نفس الوقت هيحصل بعض المشاكل هنحاول ان احنا ايه نتجنب الكوجنيشن على قد ما نقدر عشان المشاكل دي بالذات ايه ما تحصلش. لان طبعا الموديول ده او التشابتر ده يعتبر من اهم التشابترز، فيه كلام نظري كتير عن الكواليتي اوف سيرفيس، وفي بعض المفاهيم اللي انت لازم تفهمها علشان تكون فاهم الايه الكواليتي اوف سيرفيس. تعالوا كده نخش مع بعض على طول في الايه في الاوفيشال برزنتيشن. هنا طبعا زي ما اتعودنا كل مره بيبتدي يقول لي ايه، بيقول لي هواي. طيب هنا اول حاجه زي ما احنا متعودين بيقول لك هواي، الجزء اللي هو بتاع الكوجنيشن مانجمنت والكوجنيشن افويدنس. ليه احنا بنحتاج الجزء ده؟ بيقول لي لان عندنا هنا الباكتس بتاعتك بتبقى كتير، بنوصل لاعلى مستويات الايه اليوتيلايزيشن لايه للباند ويدث بتاعتك، وبالتالي لما توصل لاعلى مستوى من اليوتيلايزيشن للباند ويدث بيحصل عندك القصه بتاعت الايه الكوجنيشن دي، وانت في نفس الوقت عاوز تدير الايه الكوجنيشن اللي حصل، لان انت لما يبقى عندك كوجنيشن اكيد في حاجات هاي ايه هاي برايورتي انت محتاج اللي انت ايه اللي انت تهندلها في الاول. وبالتالي احنا هنا لجأنا لايه للحل اللي هو اسمه الكيو اي تكنولوجيز، اللي هو السكيدولينج ايه الجوريزمز. يعني احنا عندنا حاجه اسمها سكيدولينج ايه الجوريزمز، بنستخدمها علشان نقدر نعالج حته الايه الكوجنيشن وندير الكوجنيشن بشكل احترافي. يعني لما يحصل زحمه او الخط بتاعك يوصل لاعلى مستوى من اليوتيلايزيشن بتاعه، احنا عاوزين ندير الكلام ده كله، فبنقدر نديره من خلال الايه السكيدولينج ايه الجوريزمز اللي موجود، علشان نشوف احنا هنبروسس انهي باكت الاول. لما يكون عندي مثلا زحمه، طب مين بقى اللي انا هاخده اتعامل معاه وانفذ له طلبه؟ الحاجه اللي ليها الاولويه الاعلى اللي هي الهاي ايه الهاي برايورتي. طيب الحته الثانيه بقى بتاعتنا اللي هي بتاعت الكوجنيشن ايه افويدنس، لو الكيو اللي عندي اتملى، يعني انا خلاص كده اوريدي الكيو بتاعي اتملى وما عادش عندي مساحه اللي انا استقبل اي باكتس موجوده، وبالتالي كل السب سيكونس باكتس اللي جايه هيتعمل لها ديسكارد. فالحاله دي طبعا الكوجنيشن مانجمنت مش هيأثر معايا. ليه؟ لان كل الباكتس اللي جت كلها اتعمل لها ايه؟ اتعمل لها ديسكارد. وبالتالي احنا هنا محتاجين اللي احنا نتجنب الكوجنيشن على قد ما نقدر. يبقى احنا عندنا في كي يعني كي بوينتس موجوده عندنا في الايه في الموديول ده، اللي احنا عاوزين نمانجمنت الكوجنيشن وفي نفس الوقت نتجنب الكوجنيشن على قد ما نقدر. يبقى احنا بعد ما نخلص التشابتر ده هنستفيد بايه او هنعرف ايه؟ هنعرف ازاي نمانجمنت الكوجنيشن وفي نفس الوقت نعرف ازاي نتجنب الكوجنيشن على قد ما نقدر. طيب ازاي هتقدر تحقق بقى الكوجنيشن مانجمنت والايه والكوجنيشن افويدنس؟ ده ان شاء الله اللي احنا ايه هنقوله مع بعض في الايه في البرزنتيشن ده. طيب الاوبجكتيف زي ما احنا متعودين هنا بيقول هنعلمك ازاي تعمل امبلمنتيشن للكوجنيشن مانجمنت، هنفهمك الفروق الرئيسيه ما بين الكيو سكيدولينج الجوريزمز اللي موجوده، هنعلمك او هنوريك بعض العيوب تمام والحلول بتاعت الايه التيل دروب، تمام؟ هنعرفها ان شاء الله ايه مع بعض في الايه في البرزنتيشن ده.
اول حاجه هنتكلم عن الكوجنيشن اوكيرنس والايه والسولوشن بتاعه، ازاي الكوجنيشن بيحصل والحل بتاعه. يعني هنحل بقى حته الكوجنيشن دي ازاي. طيب زي ما انت شايف قدامك في التوبولوجي اللي موجوده عندك هنا، الانتربرايز هيد كوارتر موجود. الانتربرايز هيد كوارتر عنده طبعا في انجرس ترافيكس داخل عليه على الايدج راوترز بتاعنا. الايدج راوتر داخل عليه ترافيك من خلال تو لانز موجودين. اللان الاولانيه طبعا فيها الايه الفويس والفيديو والايه والداتا، واللان دي خاصه بالايه بالسيرفر موجود فيها الاف تي بي سيرفيس. لو انت ملاحظ هنا التوتال ترافيكس داخله على الراوتر هم 12 ميجا، لكن الباند ويدث الفعلي هو كام؟ هو 10 ميجا. فالفكره هنا طبعا الترافيك لما بيعدي الاجرس باند ويدث بيحصل كوجنيشن. الاجرس باند ويدث اللي هو ال 10 ميجا، فالترافيك داخل عليك انجرس 10 وداخل عليك انجرس كام؟ 2، توتالي كام؟ 12، وانت الاجرس باند ويدث بتاعك هو كام؟ هو 10. ففي الحاله دي بيحصل ايه؟ كوجنيشن. واحنا زي ما قلنا كوجنيشن ده طبعا لما بيحصل هيحصل ايه؟ بيحصل دروب للايه؟ للباكتس اللي هي ايه؟ اللي بتيجي بعدها. يعني مثلا انت وصلت لاعلى يوتلايزيشن للايه؟ للباند ويدث بتاعتك اللي هي 10 ميجا، وبالتالي اي باكت تانيه هتيجي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديسكارد. طب احنا عاوزين بقى ان ايه؟ عندنا ترافيك ما بيقدرش اللي هو ايه؟ ينتظر. ليه؟ لانه بيتاثر بالديلي وبيتاثر بالايه؟ زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، في بقى في سيرفيس بتتاثر بالديلي وبتتاثر بالايه؟ بالجيتر، زي الفويس والايه؟ والفيديو. الحاجات دي كلها لو حصل كوجنيشن الدنيا بتاعتك هتبوظ. وبالتالي انت عاوز تعالج الايه؟ تعالج القصه دي. طيب الحل بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ قال لك الحل بتاعك اللي هو انت هنا هتبتدي هتعمل كيو، تمام؟ يعني هتحط الباكتس بتاعتك كلها في ايه؟ في مجموعه من الايه؟ من الكيوز. يعني مثلا يبقى في عندك كيو 1 كيو 2 كيو 3، تمام؟ مجموعه من الايه؟ من الكيوز. وفي نفس الوقت هتحاول ان انت تظبط دنيتك بحيث ان انت تعمل سكيدولينج تكنيك اللي هو يشوف هيبروسس انهي باكت موجوده في انهي كيو الاول. يعني هيبروسس الكيو او الباكتس اللي موجوده في الكيو الاولاني ولا الكيو الثاني ولا هيعمل ايه بالظبط. يبقى انت عشان تحل المشكله بتاعه الكوجنيشن، تمام، عم عندك تو كي ايه كي بوينتس. اول حاجه اللي انت بتعمل كيوينج. الكيوينج بالنسبه لك اللي انت بتحط الايه الترافيك بتاعك او الباكتس بتاعتك كل واحده في بفر ايه كيو، انت اللي بتصنفهم، بتعمل كلاسيفيكيشن، تمام، وبايه وبتحاول تحط كل واحده في ايه في بفر كيو. طيب انا ده لما اجي اعالج انا كراوتر في الاجرس ايه في الاجرس اريا وانا الترافيك بقى خارج، هل هعالج الكيو الاولاني ولا الكيو الثاني ولا الكيو الثالث، انهي كيو فيهم؟ قال لك من خلال الايه السكيدولينج ايه ميكانيزمز اللي موجوده هتقدر تقول لنا انت هتعالج او هتبتدي تتعامل مع انهي باكت موجوده في انهي كيو بالظبط. تمام، يبقى ده عشان ده سؤال مهم جدا دايما بيقول لك احنا ايه هنعالج الكوجنيشن ازاي. يبقى احنا هنعمل كيوينج وفي نفس الوقت هنعمل سكيدولينج ايه الجوريزمز تبتدي اللي هي تمانج او تماب حته الايه الكيوز اللي موجوده بحيث ان هي تقدر تهندل الترافيك الاعلى في الايه في البرايورتي او اللي بيبقى سنسيتيف للايه للديلي وسنسيتيف للايه للجيتر اللي هم الفاكتورز بتاعت الكواليتي اوف ايه الكواليتي اوف سيرفيس. تمام، ده الايه ده اللي هو الجزء الاولاني الخاص بالايه بحته الكوجنيشن والحل بتاعه هيبقى عباره عن ايه. بعد كده هيبتدي يقول لك بقى ايه، بيبتدي يشرح لك الايه الحل بتاعك بالايه بالتفصيل. بيقول لك طب احنا الحل دلوقتي او حته اللي احنا عشان نعمل كوجنيشن مانجمنت ازاي بقى هنفكر في الحل او هنفكر ازاي في حته الامبلمنتيشن. قال لك انت هنا ملاحظ اللي فيه ترافيك خارج بالبرايورتي واحد وخمسه وكام وثلاثه، في مجموعه من الترافيكس، تمام، والترافيك ده خارج بكام؟ باثنين. انت هنا زي ما انا بقول لك بالظبط انت هتبتدي تعمل كيوز او هتعمل بافر كيوز تحط فيها الايه الترافيكس بتاعتك او الباكتس اللي جايه لك منين من السيرفيسز الايه المختلفه، تمام، وكل واحده منهم هتاخد لوكال برايورتي اللي هو الاي بي بريسيدنس بتاعها وهتتحط في الكيو. على سبيل المثال لو ما فيش برايورتي هنحطها في الايه في الكيو اللي هو زيرو، لو في مثلا برايورتي بواحد هحطها في الكيو رقم كام؟ الكيو رقم واحد. لو مثلا بالنسبه لي برايورتي 2 هحطها في كيو رقم كام؟ 2، وهكذا. تمام، يعني انا هبتدي اعمل اسند الباكتس لديفرنت كيوز بيزد على الايه؟ على المابنج اللي انت ايه؟ اللي انت عامله ما بين اللوكال برايورتيز بتاعت الايه؟ الترافيك والايه؟ والكيو اندكس نمبر. يعني مثلا هنا احنا قلنا اللوكال برايورتي لو واحد احطه في اندكس كام؟
واحد، لو البريورتي باتنين هحطه في اندكس اتنين وهكذا. لو مفيش كواليتي اوف سيرفيس خالص او مفيش بريورتي هحطها في اندكس رقم كام؟ رقم زيرو وهكذا. يبقى ده الحل بتاعنا اللي احنا قلنا هنعمل ايه؟ كيوز. طيب الحته التانيه احنا قلنا ازاي بقى الراوتر ده هيقدر يبروسس انهي كيو فيهم الاول؟ ما هو كلهم دول كيوز، طب انهي واحده فيهم بقى اللي انا هستخدمها او اللي انا هقدر اعالج الباكتس بتاعتها الاول واعمل لها فورورد؟ هو ده بقى السكيدولينج ايه؟ الالجوريزمز اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنقول عليه. اه زي ما احنا قلنا بدأ يحط الدنيا بتاعته في ايه؟ في كيوز، عندك فويس، عندك فيديو واف تي بي وداتا وفويس، بدأ يظبط الباكتس بتاعته في مجموعه من الايه؟ من الكيوز زي ما انت شايف. كيو 0 تمام فيها الداتا بتاعته، كيو 1 المانجر، كيو 2 فيها فيديو ايه؟ واف تي بي وهكذا. طب ازاي مين بقى الاولاني اللي ايه؟ اللي هعمله بروسيسنج او اللي انا هبتدي اخد الايه؟ الباكتس بتاعته، انهي واحد فيهم؟ انهي كيو هو اللي انا هتعامل معاه في الايه؟ في الاول. تمام بيقول لك طبعا الكلام ده هيحصل بناء على اللي انت ايه عملت ديفرنشيت للايه للسيرفيسز بتاعتك اللي هو الديف سيرف موديل، وفي نفس الوقت انت هنا هتبتدي تعمل سكيدولينج الجوريزم هتطبقه علشان تبتدي تشوف انت هتعالج انهي ترافيك من الترافيك السيرفيسز الايه المختلفه، سواء كان داتا او ايه او فيديو او اف تي بي او فويس او مانجر، كل الحاجات دي بالنسبه لي تعد ايه سيرفيسز، فانا هقول انهي سيرفيس اللي انا هقدر اخدها واقدر اتعامل معاها الاول، او مين الاولى اللي هو يتعمل له بروسيسنج على الايه على التاني. تمام ده الكي بوينت بتاعت الايه بتاعت الجزء الخاص بالايه بالكوجنيشن. طيب هنا بيقول عندنا بعض الايه السكيدولينج ايه الجوريزمز اللي احنا هنتعامل معاه وهنعرفها بالتفصيل دلوقتي مع بعض. اول حاجه اللي هو الفيرست انبوت فيرست اوت بوت، تاني حاجه اللي هو البرايورتي كيو، تالت حاجه اللي هو الويت راوند روبن، رابع حاجه اللي هو الويت فير كيو، خامس حاجه معانا اللي هو الكلاس بيزد ايه كيوينج. دول مجموعه من الالجوريزمز هنفهم كل واحد فيهم بالتفصيل وبيعمل ايه بالظبط وايه اللي هو بيبتدي يتعامل معاه وبيعمل له هاندل الاول. تمام ده هنستخدم انهي الجوريزم من دول في حته الايه في حته اللي انا بختار انهي سيرفيس اللي انا هتعامل معاها الاول من الايه من الكيوز المختلفه اللي عندي. يبقى احنا هنا نبتدي نخش في السكشن الثاني اللي هو بيقول كومن كيو سكيدولينج ايه الجوريزمز اللي موجود عندي. اول طريقه هو الالجوريزم موجود اسمه فيرست انبوت فيرست اوت بوت، وده طبعا كان الديفولت بتاعنا لو انت فاكر في البيست ايفورت لما انا قلت لك في موديل في الكواليتي اوف سيرفيس اسمه البيست ايفورت، ده ما بيهموش البرايورتيز بتاعه الايه بتاعه السيرفيسز بتاعتك. يعني لو انت ملاحظ هنا اللي باللون الاحمر ده الايرجنت، واللون اللي هو التاني ده اللي هو السكندري ايرجنت، والايه ونون ايرجنت اللي هو اللون ايه اللي هو اللون الاصفر بالنسبه لك. فهنا الفيرست انبوت فيرست اوت بوت ما يهموش الايرجنت من الغير ايه من غير ايرجنت، او الحاجات المهمه من الحاجات الايه اللي مش مهمه. الفكره هنا اللي انت عندك كيو واحد كلنا ايه هنعدي من ايه من عليه وهنبروسس الايه الداتا، يعني اللي هيجي الاول هو الايه هو اللي يعني فيرست ايه فيرست انبوت فيرست سيرف، يعني اللي هيجي الاول هو اللي هنخدمه الايه الاول. طبعا من المميزات بتاعته اللي هو سيمبل تمام، وفي نفس الوقت البروسيسنج بتاعه فاست، ما فيش فيه اي حاجه، اي حد بيجي بيتم ايه بنبتدي نعمله بروسيسنج على طول. يعني لو انت لاحظت كده سواء يعني انت لو لاحظت معانا هتلاقي مثلا الايه الحاجات اللي هي مش مهمه هي اللي ايه هي اللي دخلت الايه الاول وبدات ايه وبدات عمل لها ايه بروسيسنج، وبعد كده دخلنا على الحاجات الايه الحاجات المهمه. يعني ما بصناش على البرايورتيز بتاعت الايه بتاعت الباكتس بتاعتي او السيرفيسز اللي موجوده. لو انت لاحظت هنا اخدناهم بالايه بالدور. طب الديس ادفانتج بتاعتك اللي الباكتس بتاعتك وذ ديفرنت ايه برايورتيز كان نوت بي بروسيسد، تمام مش هقدر اعمل لها ايه بروسيسنج زي ما انا عاوز، يعني كده الخدمه بتاعتي مش هتبقى ايه مش هيبقى فيها كواليتي، مفيش كواليتي اوف سيرفيس دلوقتي. انت الفكره كلها اللي اول واحد بيجي هو الايه هو اللي اول واحد اللي انا ايه اللي انا ببتدي اعمل له سيرف او بخدمه الاول، فده طبعا هيأثر على الايه على الكواليتي اوف سيرفيس، واصلا مفيش كواليتي اوف سيرفيس في الموديل اللي انت شايفه، لان هي الفكره كلها اللي بيجي الاول هو الايه هو اللي بيتم خدمته ايه الاول. تعالوا نشوف الالجوريزم الثاني اللي هو السكيدولينج الجوريزم اللي هو الثاني معانا، هيبتدي يحاول يصلح من الايه من الحاجات دي، هيبتدي يهتم بالايه بالبرايورتي، هيبتدي يهتم بالبرايورتي بتاعه السيرفيس بتاعتي. تعالى كده نبص عليه، قال لك القصه هنا اللي انا هبتدي اقسم هعمل كلاسيفيكيشن وهعمل مجموعه من الكيوز هبتدي اقسم فيها الايه الباكتس بتاعتي. يعني مثلا هيبقى في عندي توب
وميدل ونورمال وايه وباتوم. دي بالنسبه لي الحاجات اللي هي الاعلى في الاهميه، والحاجات الوسط والحاجات العاديه والاقل في الايه في الاهميه. وبناء على الكلاسيفيكيشن، طبعا الموديل ده اسمه برايورتي كيو، وبناء على الكلاسيفيكيشن انا هبتدي اصنف الترافيك ده، السيرفيس دي في التوب والسيرفيس دي في الميدل، وده نورمال وايه وده باتوم. طبعا هنا القصه كلها اللي بيحصل الاتي، اللي انت عندك الحاجات اللي في الطب كلها بتتنفذ الاول، او بيبتدي اللي انت بتعملها بروسيسنج الاول، وبعد كده الحاجات اللي هي الايه الميدل، وبعد كده النورمال، وبعد كده ايه الباتوم. طبعا لو انت بصيت للوهله الاولى اللي الراجل ده فيه عيوب، ايه العيوب بتاعته؟ قال لك العيوب بتاعته لو انا عندي ترافيك كتير من الطب اللي هو الارجنت، لو انا مثلا عندي باكتس كتير كلها طب، طب ما انا كده هشغل الايه البروسيسنج بتاعي بترافيك سيرفيس واحده بس، اللي هي الايه الحاجات الارجنت، والحاجات التانية اللي معايا هتتاخر، هيحصل لها ديلي. فهنا الفكره كلها حته الديس ادفانتج، اللو برايورتي كيوز مي بي نوت ايه سكيدولد، يعني انا اصلا مش هاخدها معايا في الايه في الحسبان، يعني هتتاخر معايا. لكن لو انا جالي باكتس كتير كلها ارجنت، يبقى انا هبتدي اتعامل معاها هي الاول لحد ما تخلص كلها، وبعد كده اخش على مين؟ على الميدل، وبعد كده اخش على النورمال، وبعد كده اخش على الايه على الباتوم، زي ما انت شايف بالظبط كان في الايه في البرزنتيشن. فده طبعا بالنسبه لي ديس ادفانتج، وحاجه هتاثر على السيرفيسز التانيه اللي موجوده. يبقى الادفانتج بتاعتي اللي الهاي برايورتي بحطها في الاعتبار، يعني الحاجات الارجنت هو اللي بيتم ايه السيرف بتاعها بايه الاول، يعني الحاجات اللي هي الاعلى في البرايورتي هو اللي ايه هو اللي انا بنفذها في الايه في الاول، وبعد كده الوسط وايه والعادي وايه والاقل في الايه في الاهميه. ده كان بالنسبه للالجوريزم اللي هو بتاع الايه البرايورتي كيو بتاعي، اللي انت بتعمل كلاسيفيكيشن في الكيوز المختلفه اللي هي التوب والايه والميدل والنورمال والايه والباتوم، وبناء على الاهميه بتاعتك او البرايورتي بتاعتك بيتم خدمتك بشكل ايه بشكل مباشر حسب الايه حسب الاهميه بتاعتك. طيب الالجوريزم اللي بعد كده هيبتدي يصلح العيوب اللي موجوده فين في الالجوريزم اللي هو بتاع البرايورتي كيو، اسمه ويتد ايه راوند روبن. تمام، ويتد ايه راوند روبن. القصه هنا اللي انت بيبقى عندك الباكتس كلها متقسمه لمجموعه من الكيوز، هي الفكره زي ما احنا اتفقنا اللي فيه كيوز بافر كيوز موجوده، والمره دي انا بدل كل كيو ويت معين، بدل كل كيو ويت معين، يعني عدد من الباكتس اللي انا هاخدها منين من الكيو ده. بقول الكيو رقم ايه هاخد منه 3 باكتس، الكيو رقم بي هاخد منه 2، الكيو رقم سي هاخد منه باكت ايه باكت واحد. وبالتالي هنا اثناء البروسيسنج يبقى انا هاخد من الكيو رقم ايه كام بقى كام باكت، هاخد منه 3، وبالتالي هخدم 1 و4 وكام و7 في الاول، وبعد كده 2 و5، وبعد كده 3 وهكذا، وبعد كده اطلع تاني اخد ايه اخد الاثنين التانيين اللي هم 7 و8، وبعد كده اخد من 5، وبعد كده ارجع اخد كام 6 وهكذا. عشان كده اسمه راوند ايه راوند روبن. فالقصه كلها هنا ايه الادفانتج بتاعتك هنا، اللي انت المشكله اللي كانت موجوده في البرايورتي كيو، اللي انت بتاخد الكيو كله بتاع التوب برايورتي او الحاجات المهمه كنت بتاخدها كلها مره واحده. المره دي لا، انا ابتديت اعمل بالانسنج ما بين الايه ما بين الكيوز، بس بيزد على عدد الباكتس. يعني المره دي هنا انا ببص على عدد الايه على عدد الباكتس، يعني باخد بعدد الباكتس، ماليش دعوه بالايه بالاولويه. يعني لو انت ملاحظ كده ان الباكت رقم 4 كبيره، فهتاخد وقت اطول منين من الباكت الايه رقم مثلا 2، قصدي 2 هتاخد وقت اكبر من كام من 4. فهنا انا مش بهتم بالايه بالحجم بتاع الباكت نفسها، انا مهتم بس بالايه بعدد الباكتس. يعني ممكن اخد 3 باكت، الثلاثه باكت دول يكونوا ايه صغيرين بالنسبه للباكت او الاثنين باكتس اللي انا اخدتهم منين من الكيو رقم بي. وبالتالي انت هنا ايه برضو نفس الكلام، ما حسنتش من الايه من الكواليتي بتاعتك برضو بتاعت الايه السيرفيسز اللي موجوده، انت خدت حاجه باعتبار حاجه ايه حاجه تانية. طب الديس ادفانتج هنا اللي انا بقولها اللي هي حته الباكتس، اللي انت بتعتمد على النمبر اوف ايه اوف باكتس، وبالتالي هنا الديفرنت سايز ما بيتاخدش في الاعتبار، وبالتالي بيعمل لو ديلي سيرفيس. تمام، في الايه في الخدمه بتاعتك، في الايه في السيرفيسز اللي انت ايه اللي انت موجود على النتورك بتاعتك. فطبعا ده بالنسبه لي مشكله برضو موجوده في الويتد ايه راوند ايه روبن، او الويت راوند روبن ايه تكنيك الخاص بالايه بالسكيدولنج ايه الجوريزمز بتاعت الكيو. تمام، يبقى ده ايه ده بالنسبه لي يعد برضو ايه في مشاكل. طيب هيبتدي طبعا يحسن من الايه، كل ما بيظهر عيب بيبتدي يطلع الجوريزم او تكنيك يبتدي اللي هو يحسن من الايه من المشاكل اللي موجوده في التكنيك الايه اللي قبل.
تعال نخش على التكنيك او الالجوريزم اللي بعد كده، اللي هو عباره عن ايه؟ الويتد فير كيوينج. ويتد فير كيوينج القصه هنا اللي انت بتعمل، بتحاول ان انت تستغل الباند ويدث اللي موجوده عندك بشكل يعني بشكل يعني بسيط وسهل، وفي نفس الوقت الكلاسيفيكيشن بيتم بشكل اوتوماتيكلي. يعني ايه اوتوماتيكلي؟ هنا القصه كلها ان انت بتقسم الدنيا بتاعتك لمجموعه من الكيوز بيزد على الايه؟ بيزد على البرايورتيز بتاعت الايه؟ بتاعت الكيوز اللي موجوده. يعني مثلا بعمل كيو مثلا الويت بتاعه واحد واثنين، كل ده بيتم بشكل انترنالي وبشكل ايه؟ وبشكل اوتوماتيك. طيب هتقول لي طالما هنا بشكل اوتوماتيك فيبقى الكونفيجريشن بتاعه او الدنيا بتاعته سيمبل. ايوه فعلا، ما هو كونفيجريشن سيمبل، اللي هو هنا الحاجات بتتم بشكل ايه؟ بشكل اوتوماتيك بيزد على الايه؟ على الويت بتاعتك او القيم بتاعت الايه؟ بتاعت الباكتس نفسها او السيرفيس نفسها. تمام؟ بس القصه هنا اللي انت يعني ما بتعملش حاجه خاصه ليك انت، ما فيش حاجه اسمها يوزر ديفايند. يعني انت ما عندكش جزء خاص بيك بالكلاسيفيكيشن، يعني انت ما تقدرش تعمل كلاسيفيكيشن للايه؟ للترافيك. احنا اللي بنعمل الكلام ده بشكل اوتوماتيك في الويتد ايه؟ فير كيوينج. يعني هو الفكره كلها هنا اللي بيبروسس كل الحاجات زي بعضها. يعني ممكن عندك خدمه فويس يعمل لها نفس الايه؟ نفس الـ او يبتدي يعمل سكادولينج بنفس التكنيك بتاع الداتا. ليه؟ لان انت هنا الكلام كله كان شغال بشكل ايه؟ اوتوماتيكلي. انت ما عملتش حاجه خاصه بيك، او ما فيش مانوال ايه؟ مانوال كلاسيفيكيشن، او ما فيش حاجه خاصه بيك انت، لا كل الكلام ده تم بايه؟ بشكل اوتوماتيك. فطبعا ده هيأثر على السيرفيسز المهمه زي مثلا الفويس والايه؟ والفيديو بالنسبه لك، فهيعاملهم كلهم نفس المعامله. يعني ما فيش حاجه اسمها الراجل ده مثلا برايورتي بتاعته اعلى، الراجل ده اقل، لا ده هم كلهم بالنسبه له نفس الايه؟ نفس المعامله. فطبعا ده هيأثر بشكل كبير على الايه؟ على السيرفيس بتاعتي. يعني هيأثر بشكل كبير على الايه؟ على السيرفيس بتاعتي. طيب ايه الحل؟ قال لك هندمج ما بين حاجتين. هندمج في التكنيك اللي جاي ما بين البرايورتي كيو والويتد فير ايه؟ اللي هو بالنسبه لي فير ايه؟ كيو. طيب ازاي؟ قال لك هتيجي هنا هتشوف الحاجات بقى الايه؟ الكيوز اللي هي الاولويه بتاعتها اعلى، اللي فيها فويس تمام او فيديو، وهتبتدي ان انت تعمل لها برايورتي كيو. وانت عارف من الالجوريزم الاولاني ان البرايورتي كيو ده بالنسبه لنا هيتم خدمته بشكل ايه؟ بشكل اسرع. تمام؟ لانه هيبقى في التوب. تمام؟ فهيبتدي يخدمه بشكل ايه؟ بشكل اسرع. يعني هو هنخدم البرايورتي كيو الاول، وبعد كده هنخدم الحاجات العاديه اللي هي الخاصه بالايه؟ بالويتد فير ايه؟ كيوينج الايه؟ العاديه بتاعتنا. طب الادفانتج بتاعته اللي انت هنا بصيت على الايه؟ على البرايورتي، وبالتالي حاولت ان انت تحسن من حته الايه؟ الباند ويدث اللوكيشن بتاعك. تمام؟ يعني مش كل الحاجات زي بعضها في الالوكيت للايه؟ للباند ويدث، لا ده الحاجات اللي هي البرايورتي بتاعتها كبيره هي اللي هيبتدي او هنخدمها بشكل ايه؟ بشكل افضل او شكل اعلى من الحاجات الايه؟ العاديه اللي هي السيرفيسز الايه؟ العاديه. وفي نفس الوقت هتقدر ان انت يعني ايه؟ تحقق التارجت بتاع الايه؟ الكواليتي اوف سيرفيس. طب ايه المشكله بتاعتك؟ قال لك المشكله برضو اللي انا هنا مش هقدر ان انا اعمل كلاسيفيكيشن، لان الويتد فير كيوينج كان كله شغال بشكل اوتوماتيك، انا ما عملتش حاجه بايدي او ما صنفتش الايه؟ الترافيك زي ما انا عاوز. تمام؟ عشان كده انا مش هقدر اعمل يوزر ديفايند ايه؟ رولز خاصه بيا في الجزء بتاع الايه؟ بتاع الكواليتي اوف سيرفيس بتاعتي. وبالتالي ده برضو بالنسبه لي هيتم بشكل اوتوماتيك، بس انا هحط يعني حته من عندي اللي انا هقول الترافيك ده او الكيوز اللي هي 7 و6 و5 دول بالنسبه لي هم برايورتي كيو اعلى. فاي ترافيك يخش في الكيوز دي او اي باكيت تمام بالنسبه لي هيتم خدمتها الاول، وبعد كده هبص على باقي الايه؟ على باقي الكيوز بتاعتي. تمام؟ بشكل ايه؟ بشكل اوتوماتيكلي او انترنال ايه بالنسبه لي هنا، لو عد زي انترنال اللوكيشن، يعني حاجات شكل بداخلي، يعني اكنه الجوريزم داخلي هو اللي بيعمل الايه؟ هو اللي بيصنف وايه؟ وبيعمل سكادولينج للايه؟ للباكتس الايه اللي موجوده، ويبتدي يعمل لها بروسيسنج على بناء على الايه؟ على التكنيك اللي انت ايه؟ اللي انت اخترته. طيب علشان نعالج حته اليوزر ديفايند رولز هنلجأ للايه؟ لالجوريزم. الالجوريزم ده هو عباره عن ايه؟ عن كلاس بيزد كيوينج. هنا بقى المره دي من اسمه كلاس بيزد كيوينج انت اللي هتحدد او هتصنف الايه؟ الترافيكس بتاعتك.
تمام، يعني هتبتدي تصنف الكيوز بتاعتك. هقول اللي عندي كيو مثلا اي اف ده فويس، تمام. الكيو مثلا من واحد لحد مثلا خمسه دول اي اف، تمام. الدي اس سي بي بتاعتهم بتبقى قيمتها كذا، زي ما احنا عارفين منين، من السيشن اللي فات. وعندي الكيو من كذا لكذا ده اي اف، والكيو من كذا لكذا ده بالنسبه لي بيست ايفورت، تمام. بيست ايه؟ بيست ايفورت يعني ايه؟ يعني بالنسبه لي هعامله الايه؟ اللي هو الجزء الخاص بالايه؟ باللي انا ابتدي اي حاجه مثلا تجي لي، اي ترافيك ابتدي اعمله فورورد بشكل ايه؟ بشكل مباشر. يبقى انا هنا بدات اللي انا اقسم الدنيا حسب ما انا ايه؟ ما انا عاوز. وهو ده اللي انا ايه؟ وهو ده اللي محتاجه. اللي انا هنا اعمل يوزر ديفايند رولز، تمام؟ واعمل مجموعه من البوليسز علشان لكل سيرفيس موجود. يعني انا عندي سيرفيسز كتير، وانا كل سيرفيس هعمل لها بوليسي خاصه ايه؟ خاصه بيه. طبعا العيوب بتاعته اللي هو الكومبلكس ايه؟ كلاسيفيكيشن، اللي هو الترافيك كلاسيفيكيشن. طبعا ده بالنسبه لي كومبلكس، اللي انا هقعد احدد كل ترافيك عشان اعمل له كلاسيفيكيشن، وفي نفس الوقت ده هيعمل كونسيومنج للايه؟ للريسورسز بتاعتي. الريسورسز بتاعت الديفايس بتاعي هيبتدي يعمل لها ايه؟ كونسيومنج، لان انت في الاول هتكلاسيفاي، وبعد كده هتبتدي اللي انت ايه؟ تعمل سكيدولنج لايه؟ للجزء ده. وبالتالي ده هيعمل الديفايس بتاعي هيعمل كونسيوم للايه؟ للريسورسز بتاعتي. بس في نفس الوقت عالجت حته الايه؟ اليوزر ديفايند. لو انت حابب ان انت تعمل حاجه كاستمايزيشن او شغل ايه؟ او شغل خاص بيك انت، او يوزر ديفايند رولز، يبقى انت بالنسبه لك هنا هتتجه للايه؟ الكلاس بيزد ايه؟ كلاس بيزد كيو. انت هتتجه للايه؟ للكلاس بيزد ايه؟ كيوينج بتاعك، عشان تقدر تطبق الايه؟ الجزء ده، عشان تقدر تطبق الايه؟ الجزء ده. طيب ده طبعا كان بالنسبه للايه؟ للجزء اللي هو الخاص بالايه؟ بالكوجنيشن مانجمنت. ده الاطار النظري بتاعي. يبقى تعالوا كده ايه؟ نبص تاني على السريع، نعرف الالجوريزمز المختلفه. اول حاجه كان فيرست انبوت فيرست اوت بوت، تمام. بعد كده يعني بالنسبه لي تعالى نعمل ايه؟ ريكاب للايه؟ للقصه دي كلها تاني. يبقى اول حاجه فيرست انبوت فيرست اوت بوت، تاني نوع من الالجوريزمز اللي هو البرايورتي كيو، بعد كده هتلاقي عندك الويت ايه؟ راوند روبن، بعد كده الويتد فوروردنج كيوينج، وبعد كده اللي هو الدمج ما بين البرايورتي كيو والويتد فوروردنج ايه؟ كيوينج او فير كيوينج سوري، وبعد كده الجزء الاخير اللي هو الكلاس بيزد ايه؟ كيو. طيب تعالى نشوف بقى الادفانتج والايه والديس ادفانتج لكل ايه؟ لكل تكنيك من دول. فيرست انبوت فيرست اوت بوت طبعا سيمبل، والبروسيسنج بتاعه فاست. ده الايه؟ ده المميزات بتاعته. الديس ادفانتج للباكتس ويز ديفرنت برايورتيز، لو انا عندي ديفرنت او عامل برايورتيز مش هتتاخد في عين الاعتبار، لان هنا فيرست انبوت فيرست ايه؟ فيرست اوت بوت، يعني اللي جاي الاول هو اللي هنخدمه ايه؟ الاول. طيب طب البرايورتي كيو، قال لك بدانا نبص للايه؟ للبرايورتي من اسمه برايورتي كيو. القصه هنا اللي فيه بالنسبه لي الادفانتج اللي فيه لو ديلي سيرفيسز كان بي جارانتيد، يعني لو انا عندي فويس او عندي فيديو اقدر اللي انا يعني اعالج حته الايه؟ الديلي، اللي انا هخليهم يبقوا ايه؟ يبقوا موجودين في الكيو اللي هو بتاع التوب، اللي هو بالنسبه لي اعلى حاجه في الايه؟ في البروسيسنج، تمام؟ طب مشكلته ايه بقى؟ مشكلته اللو برايورتي، الحاجات بقى الايه؟ اللي هي اللو برايورتي كيوز اللي موجوده مش هتتاخد في عين الاعتبار. ليه؟ لان انا هقعد اعمل بروسيسنج للحاجات اللي هي الايه؟ التوب برايورتي، اللي هي الاعلى في البرايورتي، ومش هاخد في عين الاعتبار الحاجات الاقل في الايه؟ في البرايورتي. طيب بعد كده اللي هو الويت راوند روبن، مشكلته او اول حاجه نشوف الميزه بتاعته اللي هنا ايه؟ بدا اللي هو ياخد في عين الاعتبار بتاعه، تمام، الحاجات الاقل في الايه؟ في البرايورتي، اللي هو الكيوز الاقل في البرايورتي، بس في نفس الوقت تمام بدا يبقى عنده عيب. العيب بالنسبه له اللي هو ما بيهتمش بالايه؟ باللو ديلي سيرفيسز اللي موجوده، اللي هو مثلا زي الفويس والايه؟ والفيديو. ليه؟ لان هو الفكره هنا اللي هو بيعتمد على حجم او عدد الايه؟ الباكتس اللي هو يعمل لها ايه؟ بروسيس، تمام. طيب بعد كده بصينا على الالجوريزم اللي هو بتاع الايه؟ اللي هو بالنسبه لي اللي هو الويتد فير كيوينج. القصه هنا بدات تظهر اللي انا بشتغل اوتوماتيك كلاسيفيكيشن، انا بمزاجي هعمل لك اوتوماتيك كلاسيفيكيشن انترنالي، تمام، ده الادفانتج بتاعتي، تمام، وعامله والسيمبل بالنسبه لي كونفيجريشن. كونفيجريشن سهل وايه وبسيط، بس في نفس الوقت عيوبي اللي انا مش هضمن لك برضه حته اللي لو انت عندك سيرفيسز الديلي بتتاثر بالديلي، انا كده مش هضمن لك الايه القصه دي، وفي نفس الوقت مش هخليك تعمل اي يوزر ديفايند رولز على الايه؟ على الكواليتي اوف سيرفيس بتاعتك.
عشان نعالج القصه دي او نبتدي نشوف بقى حته الايه اللو ديلي للسيرفيسز اللي موجوده، بدانا نضيف البرايورتي كيو مع الويتد فير كيو. ليه بقى؟ علشان نضمن ان اللو ديلي سيرفيس ابتدي اللي انا ايه اعمل لها بروسيسنج الاول، وبعد كده اشوف الايه الباكتس الثانيه اللي هي الويتد بتاعها ان ايه ان فير مانر. يعني ايه؟ يعني بالنسبه لي اللي انا ابتدي اشوف الكيوز الثانيه، ابتدي اعمل ما بينها ايه زي ما بنقول سكيدولينج، علشان ابتدي ابروسس الايه الباكتس الايه اللي فيه. طيب الديس ادفانتج برضه نفس الكلام، اللي ما فيش يوزر ديفايند ايه رولز موجوده، نوت سبورتد برضه بالنسبه للبي كيو مع الدبليو اف ايه دبليو اف كيو. الجزء الاخير اللي هو كلاس بيسد كيوينج، ده يوزر ديفايند صرف، اللي انا بالنسبه لي انا اللي بعمل الايه الرولز بتاعتي، تمام، وانا اللي بعمل الترافيك كلاسيفيكيشن، وانا اللي بظبط كل حاجه بالنسبه لي. بس الديس ادفانتج اللي هنا اللي هو حته الايه الريسورسز بتاعتي، بحتاج ريسورسز كتير، الكونسومشن بتاعي للريسورسز بيبقى ايه بيبقى كبير. ده كان بالنسبه للايه للكوجنيشن مانجمنت، وازاي تعمل او حته السكيدولنج دي بتتم ازاي، او ايه الالجوريزمز المختلفه اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل سكيدولنج لايه للباكتس بتاعتي، علشان اقدر ان انا احافظ على الكواليتي اوف سيرفيس بتاعت الايه السيرفيسز بتاعتي. طيب اخر حاجه هنا بيقول لي بقى الامبلمنتيشن بتاع الكوجنيشن مانجمنت، عاوز اعمل بقى امبلمنتيشن او ازاي اعمل الكونفيجريشن بتاع الايه الكلام ده. طيب جاب لك التوبولوجي اللي زي دي، طبعا عندك اف تي بي سيرفيس موجوده، وعندي مجموعه من السيرفيسز زي فويس وفيديو وداتا عاديه، تمام. السيرفيسز اللي هي العاديه بتاعتي اللي فيها الفويس والفيديو طالعه ب 10 ميجا بت، تمام، وعندي الاف تي بي طالع ب 2 انجرس على الايه على الديفايس اللي هو الايه الراوتر بتاعي. طبعا الطبيعي اللي انت هنا عندك الايه الانجرس اقل من الايه من الانجرس، يعني انت عندك لو في 12 باكت جايين انا هبروسيس كام؟ هبروسيس 10 بس. يبقى القصه هنا ان الفويس سيرفيسز انا محتاجها اللي هي ايه يبقى لها الاولويه عن الايه عن السيرفيسز الثانيه. طب انا ازاي بقى ايه هعمل الكلام ده؟ قال لك هستخدم البي كيو. هنا المثال بتاعنا بيستخدم البي كيو والويتد فير كيو. لو انا هطبق الكلام ده على التوبولوجي اللي موجوده قدامي، يبقى انا هنا عاوز اخلي الفويس هو الايه البريورتي كيو، يعني هو الاعلى في الايه في السيرف، وبعد كده باقي الخدمات تبقى ايه تبقى فير مانر، يعني حاجات عاديه بقى ابتدي ابروسس وفقا للايه للويت بتاعها، تمام. طيب هتعمل الكلام ده ازاي ككونفيجريشن؟ زي ما انت شايف هيبقى عندك مثلا الكيو الاول والثاني والثالث، ده هيتعامل بايه بالالجوريزم اللي هو بتاع الويت فير ايه كيو، والكيو رقم 5 ده بالنسبه لي برايورتي كيو. طيب هعمل كونفيجريشن ازاي؟ بص كده على الايه على المثال ده، هتيجي على الراوتر وهتقول له انا عاوز اعمل كواليتي اوف سيرفيس كيو بروفايل، عاوز اعمل بروفايل، تمام. هبتدي بقى اشوف الايه ابتدي اظبط الكيوز الايه اللي عندي، تمام. هقول له هعمل سكيدولينج، تمام، للبرايورتي كيو. البرايورتي كيو بتاعتي هتبقى الايه الكيو رقم 5، تمام، والويت فير كيو من 1 ل 3، يعني من 1 ل 3 ده ويت ايه ويت فير كيو. وهاجي على الاجرس على الاجرس ايه انترفيس واقول له كواليتي اوف سيرفيس، طبق البروفايل اللي هو اسمه كواليتي اوف سيرفيس هواء، تمام. بعد ما يطبق الكلام ده، لو انتوا هتلاحظوا بعد كده هيبتدي ايه هيبتدي لو انا جيت اعمل فيريفيكيشن هقول له ديسبلاي كواليتي اوف سيرفيس كيو بروفايل كواليتي اوف سيرفيس هواوي، هيبتدي يظهر لي ايه بقى؟ يظهر لي الكيوز بتاعت اللي هم الخمسه، هيقول لي الكيو الاولاني ده ويت فيل كيوينج، تمام، السكيدولينج بتاعه اللي هو ايه اللي هو بالنسبه لي بديله رقم كده 10، تمام، وادي برضه للايه للكيو الثاني نفس الكلام، والكيو الثالث والبريورتي كيو هنا ما فيش قدامه حاجه، معناها ايه هيسيرف على طول. يعني هبتدي اول لما يجي حاجه في الكيو اللي هو بتاع البريورتي كيو هيبتدي اتعمل له سيرفنج الايه الاول، او هيتهندل الايه الاول، وبعد كده هبص هعمل مابنج بقى ما بين الايه الكيوز اللي هي من 1 و2 وكام و3 بشكل اوتوماتيك. يعني انا اللي هعمل الكلام ده انترنالي بشكل اوتوماتيك، هماب ما بين الايه الكيو 1 و2 وكام و3 بس. اي حاجه هتيجي في الكيو اللي هو الخاص بالبريورتي كيوينج هو اللي هيبتدي خدمته الايه الاول، علشان الترافيك اللي موجود فيه هو ترافيك بالنسبه لي مهم للغايه، او سيرفيس بتتاثر بشكل كبير بالديلي عندي، فانا محتاج ان انا بروسس الايه الداتا بتاعتها الايه الاول. طيب اخر جزء معانا
او السكشن اللي هو الخاص او الاخير بتاعنا هنا في الكوجنيشن، هو الجزء الخاص بالايه، بالكوجنيشن افويدنس. هيحصل بعض المشاكل اللي موجوده في الكوجنيشن هتاثر على الخدمه بتاعتي، وبالتالي هنا انا محتاج ان انا امنع الايه الكوجنيشن بشكل كبير. يعني احاول ان انا امنعه، هو مش هقدر امنعه، بس احاول على قد ما اقدر ان انا اقلل منين، من الكوجنيشن اللي موجود. الجزء ده اللي هو خاص بالايه، بالكوجنيشن افويدنس. انت عرفت ازاي تمانجمنت الكوجنيشن، يعني تقدر تتعامل مع الكيوز اللي موجوده وتقدر تبروسس انهي واحده فيهم الاول، وايه لو انت هتستخدم مثلا او عندك توبولوجي معينه، ايه السيناريو المفروض ان انت تستخدمه. يعني الاكزامبل اللي كان موجود في الاوفيشال ماتيريال اللي هو كان ايه، كان مستخدم اللي هو الايه البريورتي كيو مع الويت فير ايه فير كيو. طبعا انت بقى متاح لك تستخدم اي حاجه، اي الجوريزم انت شايفه يلائم النتورك بتاعتك انت ممكن تستخدمه عادي. يعني مش شرط تستخدم الايه المستخدم، انت ممكن، انت اصلا ممكن تستخدم اللي هو الايه الكلاس بيزد كيو عادي. يعني مش لازم تستخدم اللي موجود هنا في الايه في البرزنتيشن، لا انت ممكن تدخل على الهيدكس بتاع هواوي، تمام، وتبتدي بقى تشوف الايه الكونفيجريشن بقى ده بيتعامل ازاي، بتاع البريورتي كيو لو انا هعمله اطبقه ازاي على لاب، على سيناريو حقيقي، تمام، اطبقه ازاي، واطبقه برضه ازاي لو انا هستخدم مثلا الجزء اللي هو بتاع الويت راوند روبن. الحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده، ازاي بقى اقدر اطبقها على ارض الايه، على ارض الواقع. طب دلوقتي انا خلاص ايه ظبطت وعملت كل حاجه، يعني انا ظبطت دنيتي وعملت الالجوريزم بتاع السكيدولنج بتاعي والدنيا تمام وزي الفل، بس ايه بيحصل عندي مشكله اسمها التيل دروب. يعني ايه التيل دروب؟ يعني انا دلوقتي مثلا الكيو مليان، الكيو عندي بقى مليان خلاص، فاهم، يعني كل بقى مفيش فيه مكان، فانا جالي تو باكيتس مثلا موجودين عاوزين يدخلوا عشان يتعمل لهم ايه بروسيسنج، بس مش عارفين لان طبعا الكيو مليان، فبدأ يتعمل لهم ايه ديسكارد، تمام. فطبعا لو في سيرفيس مهمه والكيو مليان وكل شويه بيحصل لها ديسكارد، وبالذات السيرفيسز بتاعت التي سي بي بيزد، خلي بالك من التي سي بي بيزد ابلكيشن دي بتعمل لك مشكله جامده. ليه؟ لان كل حاجه انت بتبعتها بتحتاج الاكنولجمنت بتاعها، وبالتالي لو عندك حصل ديسكارد يبقى انت كده كل شويه هتعمل ري ترانسميشن. يعني كل ما يحصل ديسكارد هتعمل ري ترانسميشن، ري ترانسميشن لحد ما الدنيا ايه تظبط معاك ويوصل الايه الداتا بتاعتك بشكل ايه، بشكل مظبوط. يعني التي سي بي بيزد ابلكيشن دي مشكله لوحدها، بالذات في التيل دروب زي ما انت شايف، هو في التيل دروب ده مشكله. التيل دروب دي يعني ايه؟ يعني كل ما يجي لي حاجه عاوزه تلتحق بالكيو، انا الكيو عندي مليان مش هقدر ان انا اجوين الايه الباكت دي، وبالتالي هيحصل لها ايه، هيحصل لها ديسكارد. طيب تعالوا كده نبص بقى بشكل بنظره كده عامه على الايه، على القصه دي كلها. هنا طبعا هيكلمك على الديس ادفانتج والسولوشن بتاعت الايه التيل دروب. هنتكلم على التراديشنال بروبلم اللي هي البروبلم العاديه، عندك سته بقى، انت هنا بتبروسس اربعه في الثانيه، وانت جالك ايه، وانت جالك سته، جالك سته باكت في الثانيه، اكيد الاثنين الاخر دول اللي هم في التيل دول هيتعمل لهم دروب. يعني هنا، يعني هنا انا وصلت للايه، الكيو بتاعي بقى ايه، بقى فل. طب السب سيكونس باكت دي كلها يحصل لها ايه، ديسكارد، لحد ما الكوجنيشن ايه يخف. يعني انا دلوقتي الخط بتاعي 10 ميجا، تمام، وانا دلوقتي وصلت لاعلى مستويات، خلاص انا 10 ميجا في الثانيه خلاص خلصوا، مفيش باند ويتس، ما عادش عندي باند ويتس، والكيوز كلها بقت ايه، بقت خلاص مفيش، مش هقدر استلم اي حاجه دلوقتي، وبالتالي الجزء اللي هيجي لي او الباكتس اللي هيجي لي عامل ايه، عاملها دروب لحد ما الكوجنيشن ايه يخف، تمام. فالحته دي كلها اسمها ايه، اسمها تيل دروب. تيل دروب يعني الحاجات اللي بتجي لي وانا الكيو بتاعي مليان واصل لاعلى مستوياتي من اليوتيلايزيشن للباندويتس، ببتدي اعمل لها ايه، بعمل لها ديسكارد. طيب اهو هنا الكيو بتاعي ايه مليان، يبقى هنا الحل او اللي هيحصل ان كل السب سيكونس ايه باكتس بتاعتي هيتعمل لها ديسكارد، هيتعمل لها ايه، هيتعمل لها ديسكارد. وده طبعا بيأثر على السيرفيس بتاعتي، ده طبعا حاجه بتأثر على ايه، على السيرفيس بتاعتي، وبالذات في التي سي بي بيزد ابلكيشن زي ما احنا قلنا، التي سي بي بيزد ابلكيشن ده يأثر معايا كل شويه، اعمل ري ترانسميشن، وبالتالي كده انا بستهلك الباند ويدث بتاعي في حاجات، يعني حاجات بتأثر على السيرفيس نفسها. طيب تعالى كده نبص على مشكله دايما بتيجي في الاسئله بالذات بتاعت السيرتيفيكتس، وممكن تتسال، يعني هتسال فيها في انترفيو،
يعني ممكن تتسأل فيها، يعني ممكن لو انت مثلا ايه حد بقى بيشوف انت فاهم ولا لا هيسألك في الايه في القصة دي. المشكلة دي اللي هي اسمها جلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن. انت عندك هنا التي سي بي بيزد ابلكيشنز، انت عارف اللي هي بتهتم دايما بالايه بالريلايبل كونكشن، اللي انت لازم يكون عندك الداتا وصلت زي ما هي، الداتا كلها عندك وصلت ايه زي ما هي. فانت هنا نفترض ان انت ال 10 ميجا دول خلصوا، يعني ال 10 ميجا دول خلصوا خلاص وما عادش عندي وحصل كوجنيشن، تمام، والراجل ده حابب اللي هو ايه حابب اللي هو لسه يبعت، ما هو بيبعت بقى داتا، وبالتالي كل الداتا اللي هتحصل اللي هيبعتها هيحصل لها ايه، هيحصل لها ديسكارد ومش هيقدر يستقبل الاكنولجمنت. يعني الراجل ده لو بعت الداتا بتاعته وعاوز ياخد الاكنولجمنت مش هيقدر يستقبل الايه الاكنولجمنت، وبالتالي هيحصل ايه، هيحصل مشكله. المشكله هنا بالنسبه لي اللي هي الايه التي سي بي جلوبال ايه او جلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن، هيبتدي يحصل عندك معنى صح اللي كل الكونكشنز بتاعتك هتبتدي يحصل لها ايه دروب، كل التي سي بي كونكشنز بتاعتك هيحصل لها ايه هيحصل لها دروب. يعني انا بيقول لي اول لما الكونكشن بتاعي هيحصل كل الباكتس بتاعتي اللي هتيجي في الايه في الكيو هيحصل لها ايه ديسكارد، وبالتالي التي سي بي كونكشنز بتاعتي تمام هيبتدي هتتأثر، تمام، والتي سي بي كونكشنز بتاعتي كلها ايه هتبتدي يحصل لها ايه هيحصل لها ديسكارد. ليه؟ بيزد على الكوجنيشن، الكوجنيشن اللي حصل في الايه في الاجرس ايه زون، يعني وانت خارج حصل ايه حصل عندك ايه كوجنيشن، وبالتالي كل التي سي بي كونكشنز هيحصل لها ايه هيحصل لها دروب. طيب تعالج القصه دي ازاي او السيناريو ده ايه القصه بتاعته؟ تعالى كده نبص مع بعض ونركز في الايه في الدنيا دي. لو انت شايف ده عندك ترافيك بدأ معاك، ده التايم وده الايه وده الترافيك. الترافيك مثلا اللي هو باللون الاحمر ده بدأ معاك منين؟ بدأ معاك زي ما انت شايف بيطلع كل شويه ايه ده الترافيك بيزيد 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 لحد ايه لحد ما يوصل معاك لمنطقه الايه لاعلى مستوياته. يعني هنا انت 10 ميجا، انا خدت ال 10 ميجا تمام، وبعدها بشويه تمام في ترافيك تاني ايه بعد ما خدت ال 10 ميجا. اول لما اخد ال 10 ميجا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى عندك الحته اللي انا بقول لك عليها اللي بيحصل تي سي بي ايه سينكرو اللي هو الجلوبال بتاعي، بيحصل ايه اي باكت بتتبعت من السيرفيس دي او من الترافيك اللي هو باللون الاحمر دي بيحصل لها دروب. طيب بعد ما يحصل لها دروب كده الاكنولجمنت ما بيوصلنيش، يعني انا مثلا لو فاتح تي سي بي كونكشن الاكنولجمنت ايه ما بيوصلنيش. طب ايه اللي هيحصل؟ هبتدي اعدل في الويندو سايز، الويندو سايز بتاع الايه بتاع الباكت بتاعك. طالما عدلت في الويندو سايز هيبتدي ايه هيبتدي الترافيك حجمه ايه حجمه ينزل تاني، ال 10 ميجا هيبتدي ايه يخف الضغط من عليه. ليه؟ لان الويندو سايز بدا يقل، وبالتالي هتلاقي الايه الترافيك بدا ايه بدا يقل عادي تاني، والباند ويدث بدات تفتح معاك تاني. يعني ال 10 ميجا بدا ايه بدا ما كنت مستخدم ال 10 ميجا لا بقت 8 بقت كذا لحد ما توصل لايه لحالتها الطبيعيه تاني، تمام، وصلت لحالتها الايه الطبيعيه. وفي نفس اللحظه دلوقتي في ترافيك شغال، يعني في ترافيك لسيرفيس تانيه شغال، اه سيرفيس اللي هو اللون الاخضر دي شغال لحد ما توصل لمين؟ هتوصل برضه نفس الكلام يحصل ايه؟ هيحصل بالنسبه لي الدي هيت بوينت بالنسبه لي اللي إيه؟ اللي كل الناس تلاقت تاني في الايه؟ في نفس الايه؟ في نفس النقطه، الترافيك بدأ يزيد، بقى عندي فيه ثلاثه ترافيك ايه مختلفين وبدأ الترافيك يزيد، تمام؟ طيب بعد ما الترافيك بدأ يزيد هنرجع تاني الويندو سايز يبتدي ايه؟ يرجع لحالته تاني، يبتدي يزيد الويندو سايز وبالتالي الترافيك تاني يبدأ ايه؟ لما لقينا بقى الخط بدأ ايه؟ الدنيا بتاعته تخف شويه فبدانا اللي احنا نعلي في الايه في الاداء تاني. كل ما تعلي في الاداء التلاتة ترافيك زي ما انتم شايفين بدا ايه يزيد معاك يزيد يزيد لحد ما يوصل لمين ال 10 ميجا تاني. طب بعد ما يوصل ل 10 ميجا هيحصل دروب، لما يحصل دروب هيبتدي مش هيوصلني الاكنولجمنت، وبالتالي هبتدي اقلل الويندو سايز، وبعد ما اقلل الويندو سايز بتاعتي هبتدي الدنيا تخف تاني تخف 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 لحد ايه ما تظبط، وبعد كده ترجع تاني يقول لك ده الدنيا خفت نرجع نزيد تاني وهكذا. هي دي حته الجلوبال ايه تي سي بي سينكرونايزيشن. لو انت شايف هنا في الفتره اللي بدا الترافيك بتاعك يقل اللي هي الفتره اللي انت شايفها دي اللي هي الحته دي، انت كده ما بتستغلش الايه الباند ويدث بتاعتك بشكل صحيح. ليه؟ لان زي ما انت شايف في جاب في الايه في السيرفس، انت عندك 10 ميجا مثلا انت مستخدم منهم 8 بس، فهنا في جاب في الايه في الريسورسز، انت مش مستخدم الريسورسز كلها. لو انت ملاحظ كل فتره بيحصل جاب، الجاب دي اللي هي الايه اللي هي حته لما التي سي في كونكشنز بتاعتك بدات ايه يحصل لها دروب، كل ما يحصل لها دروب وحجم الويندو سايز يقل الترافيك بيرجع ايه يظبط تاني معاك.
تخيل بقى ان انت مش عندك كونكشن، ده انت عندك كونكشنز كتير اهو زي ما انت شايف، ادي واحد ادي ترافيك وده ترافيك وده ترافيك، تمام. ده بيأثر على الايه؟ على الكواليتي بتاعت الايه؟ بتاعت السيرفيس بتاعتك زي ما انت شايف، تمام. كل ما تزيد وتوصل لاعلى مستويات ترجع تقل تاني، وترجع تاني تزيد تاني، ترجع تقل وهكذا. ده بالنسبه لنا اللي هو الايه؟ التي سي بي او جلوبال تي سي بي ايه؟ سينكرونايزيشن. تعالى كده بص، هو بيقول لك ايه؟ تي سي بي كونكشن انتر تو ايه؟ سلو ستارت، اللي هو الستارت الطبيعي. كل ما ده ايه؟ الترافيك بيزيد وبياخد الباند ويدث، ده الستارت الطبيعي اللي هو العادي، اللي انت كل ما بتلاقي الترافيك عندك موجود بتزود الويندو سايز وبترفع في الايه؟ في الدنيا بتاعتك، وبتاخد الترافيك، بتاكل الايه؟ الترافيك بتاعك. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك بيجي عند النقطه دي، تمام، ويبقى في الترافيك زاد، وبالتالي بيحصل دروب. طيب بعد ما يحصل دروب ايه اللي بيحصل؟ ان الاكنولوجمنت ما بتوصلكش، يعني ما بتوصلكش اكنولوجمنت، وبالتالي بتقلل الويندو سايز، تي سي بي ويندو سايز بيقل، وبالتالي بترجع تاني تقل بالايه؟ بالترافيك، ريتم الترافيك بتاعك بايه؟ بيقل تاني، وبالتالي الفتره اللي انت شايفها دي اللي انت بتوصل لاعلى مستويات الترافيك وبترجع تقل تاني، ده كده بالنسبه لك اللي انت ما بتستخدمش الايه؟ الباند ويدث بتاعتك، وبالتالي الايه؟ يعني بمعنى اصح اللي انت ما بتعملش يوتيلايزيشن بشكل كويس. يعني بيبقى في فتره الترافيك فيها بتاعك او الميديا بتاعتك مش مستغله. ليه؟ وكل ده بسبب الايه؟ الكومبينيشن اللي حصل في التي سي بي بيزد ايه؟ ابلكيشنز اللي موجوده عندك. يبقى دي القصه بتاعت الايه؟ جلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن، دي المشكله. طيب هنا قال لك عاوزين نحل المشكله دي. قال لك والله في حل كويس، الحل ده عباره عن ايه؟ قال لك الحل ده اللي احنا بنسميه راندوم ايرلي ديتكشن، اللي هو اسمه الريد. راندوم ايرلي ديتكشن هحل فيه الايه؟ المشكله بتاعت الايه؟ الجلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن. طب انت هتحلها ازاي؟ قال لك هحدد للسيرفيس بتاعتي حاجه اسمها اللور دروب 3 شولد والايه؟ والابر دروب 3 شولد. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا انا هبتدي، انا همشي السيرفيس بتاعتي بشكل كويس جدا، تمام، الا لما توصل تبقى 10 باكت لحد ما لحد كام؟ لحد 20. طيب لو انت عندك بدات توصل الباكتس بتاعتك ل 10 باكت، هبتدي اعمل دروب راندوملي للايه؟ للباكتس اللي عندي. هبتدي اعمل دروب بشكل ايه؟ راندوم للايه؟ للباكتس بتاعتي لحد ما توصل لل 20، اعلى حاجه في الايه؟ في الدروب. يعني بدا يبقى عندي 20 باكت في الثانيه للايه؟ للسيرفيس دي. هبتدي اعمل لكل الباكتس بتاعتي اللي عدت الايه؟ الليمت، بعد ما تعدي الايه؟ الليمت بتاعي، هبتدي اعمل دروب لكل الايه؟ لكل الايه؟ لكل الباكتس بتاعتي. يبقى القصه هنا ايه؟ انا حددت فتره للايه؟ للسيرفيس. يعني السيرفيس عندي هنا بقول السيرفيس ماشيه تمام لحد ما توصل ل 10 باكت، هبتدي اعمل دروب بشكل ايه؟ راندوم لحد ما توصل لاعلى مستويات الايه؟ الايه؟ الكيو. يعني الكيو بدا ايه؟ اول لما يبقى عندي 10 باكت مثلا في الكيو، تمام، هبتدي بعد ما يبتدي يزيد بقى، هبتدي اعمل دروب من الايه؟ من الباكتس اللي هتدخل الكيو لحد ما توصل لكام؟ ال20. كده الكيو بالنسبه لي بدا ايه؟ يوصل للايه؟ للثري شولد بتاعته، تمام. يعني بدا الثري شولد دي، بعدها هقعد اعمل ايه؟ دروب برضه لحد ما اوصل للكيو بتاعي خالص اتملى. يبقى الكيو بتاعي اتملى خالص، وابتدي اعمل دروب لكل الايه؟ لكل الباكتس بتاعتي، اللي هي 100% دروب لما الكيو بتاعي بايه؟ بيتملي بشكل ايه؟ بشكل كلي، تمام. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بعمل بمعنى صح ايه؟ زي ما بقول لك يعني المثل بيقول يعني نص العام ولا العام كله. الفكره هنا ايه؟ اللي انا هنا على الاقل لما بوصل لليمت معين بقعد اعمل دروب للباكتس عشان ما اوصلش للخنقه بتاعت الايه؟ للخنقه اللي كانت بتحصل. مش كان في خنقه بتحصل لما انا بقعد ايه؟ اطلع مثلا لاعلى حاجه في الترافيك وبعد كده ابتدي اعمل دروب؟ لا، ده انا بعمل دروب منين؟ بالبدايات، لما احس ان الدنيا بدات تزيد عندي، تمام، او الترافيك بدا يزيد، تمام، والكيو بدا يتملي معايا، ببتدي اعمل دروب الحاجات عشوائي لحد ما اوصل للايه؟ للابر ثري شولد، ابتدي اعمل برضه دروب برضه بشكل عشوائي لحد ما الكيو بتاعي يتملي، او انا اعمل دروب بنسبه ايه؟ 100%. فده هياثر معايا في الكيرف بتاعي. الكيرف اللي كان موجود عندنا في الايه؟ في السلايد اللي فات ده، ايه ده هياثر معايا؟ لان انا القصه كلها انا ببتدي اعمل قبل ما اوصل للكيو بتاعي يتملي، يعني مش هستنى لما يتملي وايه؟ يعني في الفتره او في السلايدز اللي فاتت انا استنيت لما الكيو بتاعي بدا يبقى فول وبدات اعمل دروب. المره دي لا، قال لك قبل ما يتملي هحدد لك ثري شولد لور وايه؟ وابر، عشان لو وصلت للثري شولد ده
ابتدي اعمل انت دروب بشكل ايه؟ بشكل اوتوماتيكلي او راندوملي، علشان ايه؟ عشان تحاول على قد ما تقدر ما توصلش للايه؟ للي انت تبقى فول كيو، عشان ما تعملناش الايه؟ المشكله بتاعتك دي، عشان تبريفنت الايه؟ الجلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن على قد ما تقدر. بقول لك على قد ايه؟ على قد ما تقدر. طيب اهو بيقول لك هنا ايه اللينس بتاعك بتاع الكيو لما يكون اقل من الايه؟ اقل من الثريشولد، انت شغال عادي ما فيش حاجه متعمل لها دروب. لما تكون ماشي بالاخضر اهو شايف من البدايه ايه؟ الكيو ماشي طبيعي 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 لحد ما يوصل لمين؟ للايه؟ للجزء اللي هو بتاع مين؟ اللور. بدات اخش في منطقه اللور للايه؟ للابر. هبتدي اعمل دروب بشكل ايه؟ بشكل راندوم. هبتدي اعمل دروب بشكل ايه؟ راندوم لحد ما اوصل اعلى حاجه للايه؟ للكيو. الكيو بتاعي يتملي خالص، هبتدي اعمل دروب لكل الباكتس اللي جايه جديد. اي باكيت سجلي هبتدي اعمل لها دروب، وبالتالي لو انت شايف شكل الكيرف بتاعك بدا ايه؟ يظبط شويه. بدا يظبط ازاي؟ الجاب بتاعتك قلت شويه. يعني الحته بقى اللي بينزل فيها الترافيك وبعد كده يرجع يطلع تاني على مستوياته قلت ايه؟ قلت شويه. باستخدام الايه؟ اللي هو الايه؟ الريد ده. اهو شايف بقول جلوبال تي سي بي ماي ستيل كيو، يعني هو بيحصل زي ما هو، بس بدات على الاقل بحسن من استخدام الايه؟ اللينكه بتاعتي. بدات على قد ما اقدر احسن من استخدام الايه اللينكه بتاعتي. يبقى ده المشكله بتاعت الايه جلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن وحلها. عشان سؤال بيجي في الامتحان يقول لك ايه اللي انا استخدمه عشان احل الايه الجلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن، تمام؟ فانا هستخدم ايه الريد اللي هو الراندوم ايرلي ديتكشن. طيب تاني مشكله من مشاكل التيل دروب حته الايه التي سي بي ستارفيشن. يعني ايه تي سي بي ستارفيشن؟ لو انت ملاحظ ان انت عندك السيرفيسز تي سي بي وايه ويو دي بي، القصه هنا كلها اللي انت عندك لما بيحصل كوجنيشن السيرفيس بتاعت التي سي بي بتحتاج اكنولجمنت، وبالتالي كل الحاجات اللي بتيجي زياده زي ما انتم شايفين كده بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها دروب. يعني مثلا لو عندي كيو واخده واحد واثنين وثلاثه واربعه، اي حاجه جديده هيتعمل لها ايه؟ هيتعمل لها دروب. وانت عارف انا لسه كنت قايل لك دلوقتي لما بيحصل كوجنيشن حجم الويندو سايز بيقل. يعني انت عارف معنى كلمه الويندو سايز؟ يعني باكتس التي سي بي بدات تزيد. يعني بدل ما انت كنت بتبعت اربعه باكت تي سي بي، لا ده الويندو سايز قل. الاربعه دول هيبقوا كام؟ هيبقوا مثلا 20. طيب وانا عندي كيو اصلا باربعه، وبالتالي هنا بدات اجزأ الايه؟ الباكتس بتاعتي زي ما انت شايف. بدل ما كان قدامي اللي هم مثلا ايه؟ اربعه تي سي بي بقوا كام؟ بقوا 20. طيب وعندي برضه سيرفيسز يو دي بي، وبالتالي هنا سيرفيسز اليو دي بي هتبتدي تستحوذ على الكيو. ليه بقى؟ لان انت قسمت سيرفيسز التي سي بي بدات تاخد ايه ويندو سايز اقل، وبدات تتقسم في الايه في الباكتس بتاعتك، وبالتالي اليو دي بي ما بيحتاجش اصلا اكنولجمنت، فهو اللي هيستحوذ على مين؟ على الكيو. زي ما انت شايف كل الباكتس اللي موجوده هنا كلها يو دي بي ما عدا واحده بس ايه تي سي بي. فده هيعمل تي سي بي ستارفيشن. ستارفيشن ليه؟ لان انت دلوقتي لما حصل كوجنيشن قللت الويندو سايز، ولما قللت الويندو سايز ايه اللي حصل؟ بدا ان الباكتس بتاعت التي سي بي تزيد، بس في نفس الوقت اليو دي بي ما عندوش اكنولجمنت، فما بيحصلش معاه الكلام ده، فبيتم خدمته بشكل ايه؟ بشكل اسرع. حتى لو حصل مشكله بتعمل دروب مش مشكله. ده فين؟ ده في اليو دي بي. لكن هنا خدمات التي سي بي حصل فيها تي سي بي ستارفيشن، تمام؟ حصل ايه؟ تي سي بي ستارفيشن. ده مشكله بالنسبه لي، لان التيل دروب ما قدرش يفرق في الترافيك، ما هوش مش عارف اللي ايه اليو دي بي من التي سي بي، هو ملوش علاقه، هو شغال ايه كيونج. انت هنا بتبعت وايه ومالناش دعوه، كيو مليان خلاص، انا ايه انا مش هاخد حاجه وهعمل ايه واعمل دروب لايه للباكتس. اهو الكيو بتاعي مليان، تمام. هنا اللارج بقى نمبر اوف تي سي بي، ليه حصل لارج نمبر اوف تي سي بي باكتس؟ لان حصل كوجنيشن وحجم الويندو سايز بدا يقل، وبالتالي الباكتس بتاعت التي سي بي زادت، تمام. عشان كده بدا ايه تلاقي الباكتس متقسمه زي ما انتوا شايفين كده، بدا يظهر عندي تي سي بي باكتس كتير، بس في نفس الوقت التيل دروب ما بيفرقش ما بين التي سي بي والايه واليو دي بي ترافيك، هو ملوش الا بالايه بالباكتس الايه اللي بتجيله. طيب المشكله اللي بعد كده اللي هي المشكله الاخيره اسمها ايه المشكله دي؟ بيقول لك دروب وزود ديفرنشيشن. انا بعمل دروب وماليش دعوه، ماليش دعوه ازاي؟ انا عندي مثلا كي داتا، الكي داتا دي اللي هي الداتا الرئيسيه بتاعت السيرفيسز بتاعتي، وعندي نون كي داتا. اصبح هنا اللي انا مش مفرق ما بين السيرفيسز، يعني لو انا جاي لي فويس، تمام، وجاي لي داتا، يعني جاي لي واحده فويس وبعدها ثلاثه داتا،
انا هاخد مين؟ اخد الفويس عادي، واخد التلاتة داتا وسايب الايه؟ والفويس اللي جاي عشان في كوجنيشن هعمل له دروب. ليه؟ لان الكيو مليان، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه انت مين؟ والله لو انت كذا انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه الا بالكيو نفسه مليان خلاص، حتى لو انت فويس، بس انا الكيو مليان. يبقى هنا التيل دروب ما بيفرقش في الايه؟ في السيرفيس نفسها، ما بيعملش ديفرنشيشن، يعني ماليش دعوه اذا كان الداتا دي مهمه ولا لا. هو كيو مليان خلاص، الكيو مليان يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل دروب. طالما الكيو مليان يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل دروب. عاوزين نحل الايه؟ القصص دي. طبعا هنا بيقول لك الاي كيو از فول، التيل دروب هيحصل للنام كي داتا. هنا الكي داتا هي اللي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها دروب، وهي الداتا الرئيسيه اللي هي اصلا بتاثر على الايه؟ على الكواليتي اوف سيرفيس. احل بقى المشكله دي ازاي؟ قال لك هتحلها بالدبليو ريد. الدبليو ريد اللي هو عباره عن ايه؟ عن ويتد راندوم ايرلي ديتكشن. تمام، بدأ يحلها بالايه؟ بالويتد راندوم ايه؟ ايرلي ديتكشن. طب هتتحل ازاي؟ ركز في الكيرف ده، انا قلت لك ان الريد بيعمل ايه؟ بيحدد لك عندك لور وايه؟ وابر. تمام؟ المره دي بقى هيحصل لور وابر لكل سيرفيس عشان احل مشكله الايه؟ الديفرنشيتد سيرفيس. يعني هعمل لكل سيرفيس، لو انا مثلا عندي فويس ابتدي اعمل ايه؟ هعمل الفويس لور وايه؟ وابر ليميت. يعني مثلا اقول له اللور 10 والابر 20 للفويس، مجرد لما يوصل مثلا للايه؟ ل 10 باكت ابتدي اعمل له دروب ما بين ال 10 وال 20. يعني اعمل له دروب راندوملي. طب فيديو مثلا اقول لك لما يوصل مثلا فيديو 30 لحد كام؟ 50، ابتدي اعمل دروب. طب الداتا لما يوصل مثلا الخمسة لحد مثلا ايه؟ 20، اعمل ايه؟ اعمل دروب. تمام؟ يبقى الفكرة هنا اللي انا ايه؟ عملت بقى حددت كل سيرفيس لايه؟ لوحدها بناء على البريورتيز بتاعتها. يعني هقول الحاجات اللي البريورتي بتاعتها مثلا بصفر. تمام؟ يعني في المثال اللي انت شايفينه قدامكم ده، لو انا جيت مشيت كده الايه؟ البرزنتيشن اهو، بيقول لك هنا الترافيك الايه؟ الاي بي بي، الاي بي بريسيدنس بتاعه بزيرو، يبقى اللور دروب ثري شولد 20 والابر كام؟ 40. يعني مجرد لما اجي عند ال 20 تمام هبتدي اعمل دروب راندوم، اللي هو الترافيك اللي باللون الاخضر ده هبتدي اتعمل له ايه؟ دروب اوتوماتيكلي. تمام، ده البريورتي بتاعته بكام؟ بصفر. طب لو البريورتي بتاعتك باتنين سيرفيس تانيه بقى، هبتدي اعمل دروب من عند ال 35 لحد كام؟ لحد 40. تمام، وبالتالي طبعا الدروب طبعا هيكون بشكل ايه؟ بشكل اوتوماتيك لو راندوملي. تمام، فمش هيأثر على ايه؟ على الخدمه. هحاول اقلل على قد ما اقدر بالايه؟ من قصه الايه؟ المشاكل اللي بتحصل. يبقى الدبليو ريد ده حل ايه؟ حل المشكله بتاعت اللي هو الدروب وزود ديفرنشيشن. ليه؟ لان كل سيرفيس اتحدد لها الايه؟ الابر اللور والايه؟ والابر بتاعها. تمام، عشان اعمل دروب للايه؟ للسيرفيس او الباكتس بتاعت السيرفيس دي. تمام، وفي نفس الوقت حليت مشكله التي سي بي ستارفيشن. ليه تي سي بي ستارفيشن؟ لان بالنسبه لي كل سيرفيس انا بدات اللي انا احدد لها الايه؟ اللور والايه؟ والابر. وبالتالي بالنسبه لي هنا حته الويندو سايز بدات اخف منها شويه. يعني مثلا السيرفيس الايه؟ التي سي بي هبتدي ايه؟ على الاقل الويندو سايز بتاعها هيفضل محافظ على ايه؟ على استمراريته، مش ايه؟ مش هيحاول يقل. تمام؟ لحد ما نقدر نوصل بقى لمرحله اللي احنا يعني الترافيك اتخنق خالص. تمام؟ ساعتها بقى نبتدي ايه؟ هيعمل دروب الايه؟ لكل الايه؟ الباكتس اللي هتيجي زياده للايه؟ للكيو بتاعه. يبقى هنا انا حاولت ان انا احسن منين؟ من استخدام اللينك باند ويث يوتيلايزيشن. حاولت ان انا احسن منين؟ من استخدام الايه؟ اللينك باند ويث بتاعي. طبعا في اللي انا بدات اللي انا ايه احسن بقى واحدد السيرفيس بتاعتي وافرق ما بينها واحدد لكل سيرفيس الايه اللور والايه والابر بتاعها. طيب ال دبليو ريد كونفيجريشن هتعمل لها كونفيجريشن ازاي؟ الفكره هنا الكونفيجريشن بتاعها سهل، بناء على كل دي اس سي بي فاليو او الاي بي بريسيدنس هتبتدي تعمل الايه الكونفيجريشن بتاعها. زي ما انتم شايفين هنا انا محتاج عندي هنا الكوجنيشن لما يحصل عايز الاف تي بي الترافيك بتاعي الديسكارد بتاعه يقل شويه، لان التي سي بي لان الاف تي بي تي سي بي بيزد ايه ابلكيشن، وهو اللي هيعمل لي مشكله بتاعت الايه الجلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن وهيعمل لي تي سي بي ستارفيشن، فهيبتدي ياثر على الايه على الاداء بتاع الايه بتاع اللينك بتاعتي. هنعملها ازاي؟ قال لك نفس اللي انا شرحته بالظبط دلوقتي على الرسمه. هاجي عند كل سيرفيس وابتدي احدد لها
الايه هنا طبعا ده الدي اس سي بي فاليو، ده الايه اللوكال بريسيدنس بتاعي، هبتدي احطها في الكيو بتاعي زي ما احنا كنا عاملين قبل كده. يبقى كيو رقم 5 ده بتاع الايه اللي هو بتاع البريورتي كيو، وكيو 3 و2 و1 ده بتاع الايه بتاع الويت فير كيوينج. هنا بالنسبه لي هقول ده بقى الباشمهندس مازن كان بيسال فيها، بيقول لك هنا انت كل واحده انت محدد لها الايه الفاليو بتاعتها اهو، تمام. ده الفاليو هنا مثلا بكام؟ ب 24. ده بالنسبه لي اللي هو الايه الدي اس سي بي بتاعت الايه الفيديو، فدي هتخش في الايه في الكيو بتاع مين بتاع الفيديو، تمام. وهنا في كيو خاص بالايه بالاف تي بي، وكيو خاص بالايه بالمانجر. انت انا بقى عاوز تطبق الايه، عاوز تطبق القصه بتاعت الدبليو ريد، هتطبقها ازاي؟ هاجي هنا مثلا على ترافيك الفويس، تمام، وابتدي اقول لك ايه هنا بالنسبه لي كل ترافيك من دول هعمل له اللور والايه والابر والماكسيمم دروب بروبابيليتي. يعني ايه ماكسيمم دروب بروبابيليتي؟ تعالى كده نشوفها مع بعض. لو انا مثلا ترافيك اول حاجه مثلا هنا الفيديو، لو انت جيت تبص هنا ترافيك الايه الفيديو، انا قلت الفيديو بالنسبه لي اللور بتاعه 60 والابر كام؟ والابر 80، ولما يوصل من ال 60 ل 80 الدروب بتاعه هيبقى 20. يعني هحاول ان انا اعمل ايه الماكسيمم دروب، اعلى حاجه في الدروب 20 باكت في الايه في خدمه الايه في خدمه الفيديو. طيب بالنسبه لخدمه الاف تي بي، لو انتم شايفين هنا اللور بتاعي 70 والايه والابر 90، وقللت شويه من الدروب لان عشان ما يحصلش قصه الايه التي سي بي ايه او جلوبال تي سي بي سينكرونايزيشن، قللت من الدروب عشان احسن من الايه من الخدمه. انا اللي بعمل الكلام ده، مش انت بتسالني فيه مهندس كواليتي اوف سيرفيس، هو اللي بيشوف بقى ايه القيم اللي احنا هنحطها دي مثلا او هنعملها ازاي. طب بالنسبه للترافيك المانجر قال لك نفس الكلام اهو، اللور بتاعه 50 والايه والابر 70 والماكسيمم دروب بتاعته كام؟ 10. تمام، الماكسيمم دروب بتاعته كام؟ 10. لو حصل ايه؟ لو حصل كوجنيشن او معنى صح وصلنا من 50 لل 70، ما بين ال 50 وال 70 باكت هيعمل دروب ايه؟ 10 باكت لكل حاجه. عشان ايه؟ عشان يقلل منين؟ من المشاكل اللي بتحصل في الايه؟ في الكوجنيشن. الكونفيجريشن، الكونفيجريشن سهل، يعني الكونفيجريشن هو يعني ايه مبين نفسه هنا، بيعمل دروب حاجه اسمها دروب بروفايل لكل سيرفيس. دروب بروفايل هنا بالنسبه لنا ايه؟ مانجر، بقول له ال دبليو ريد دي اس سي بي، يعني ال دبليو ريد هياخد في اعتباره الدي اس سي بي فاليو. الدي اس سي بي 8 دي بالنسبه لي الايه اللو ليميت كام؟ اللو ليميت 50. 8 هنا بالنسبه لي اللي هي ايه؟ اللي هو هنا بالنسبه لي لو انت جيت تبص هنا بقول له الدي اس سي بي 8 اللو ليميت 50 والايه والهاي ليميت 70، والدسكارد كام؟ 10 في الايه؟ 10%. طيب هنا الدي اس سي بي دي القيمه، القيمه هنا بقول الدي اس سي بي الترافيك اللي قيمته دي اس سي بي 8 اللو بتاعه هيبقى او الثري شولد اللور ثري شولد 50 والايه والابر 70 والديسكارد برسنتج كام؟ 10. هتعمل برضو دروب بروفايل اف تي بي نفس الكلام، هتقول له الدي اس سي بي 16 اللور بتاعه 70 والابر 90 وكام؟ 10. هتبتدي تطبق كل الكلام ده على كل ايه؟ على كل بروفايل موجود، وهتيجي بقى تقول له كواليتي اوف سيرفيس كيو بروفايل، تمام. هتعمل كيو بروفايل، تمام، وتسميه مثلا كواليتي اوف سيرفيس هواوي مثلا كيو اس هواوي. هتقول له الكيو الاولاني مربوط عندك بالدروب بروفايل اللي هو المانجر، والكيو الثاني مربوط بالايه بالدروب بروفايل اف تي بي، والكيو الثالث مربوط بالايه بالدروب بروفايل الفيديو، وتدخل على الانترفيس اللي هو الاجرس، تمام، وتقول له كواليتي اوف سيرفيس كيو بروفايل تربط بالايه بالكواليتي اوف سيرفيس اهو، تمام. طبعا بالنسبه زي ما انا قلت لكم دلوقتي